فإله مع الله قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، العلمانية أفضل أم الإسلام؟ رأينا كثير من الدعوات لاتباع العلمانية. دعوني أجري مقارنة بين العلمانية والإسلام بالاعتماد على لغة العلم، إذ أن العلماني يقول العلمانية هي الأفضل ويأتي بمبررات لذلك. المسلم يقول أنا ديني هو الأفضل. طيب، ما هو الحكم؟ نريد الآن أيها الأحبة أن نفكر بشكل حيادي ونعتبر أنفسنا ليس مع هذا وليس مع هذا مؤقتا، حتى تتضح لنا الحقيقة. لأنك إذا لم تفكر بشكل حيادي وبشكل علمي سوف تبقى في مكانك. السؤال الآن، من الذي يحكم بين الأفضل من حيث لمصلحة الفرد، لمصلحة المجتمع، لسلامة الفرد، لمصلحتي الشخصية؟ يعني أنا عندما أفكر، ما هو القانون الذي أتبعه؟ هل القانون الذي جاء به الإسلام أم القانون الذي وضعه البشر وتعارفوا على تسميته بالعلمانية أو العلمانية؟ من الذي يحكم؟ نحن الآن في عصر العلم، فأفضل طريقة لمعرفة الصواب من الخطأ أن نتبع لغة الحقائق العلمية، أي ما يثبته العلم يقيناً أن فيه منفعة وفيه خير وفيه مصلحة شخصية فينبغي أن أتبعه. نبدأ أيها الأحبة المقارنة بموضوع مهم، وهو أهم موضوع في حياة كل إنسان، الإيمان بالله تبارك وتعالى. دعوني أولا أقرأ ماذا وجد العلماء من حقائق يقينية أخضعت للتجربة حول الإيمان بالله تعالى، وماذا يقول العلماء في دراساتهم حول هذا الموضوع، ثم نتعرف على الإسلام كيف تعامل مع هذه القضية، ثالثا نتعرف على القوانين التي وضعتها العلمانية حول الإيمان بالله تعالى، ثم نميز أو نتدبر ونتفكر أيهما أفضل، لكي يكون لديك خياران وأنت مخير تتبع ما تشاء. غالبا العقل يقول لك أن تتبع ما يحقق مصلحتك ومصلحة المجتمع من حولك. طبعا هذا الموضوع أيها الأحبة يحتاج إلى سلسلة من اللقاءات. هذا هو اللقاء الأول، سنتناول موضوع الإيمان بالله. أولا دعوني أتعرف ماذا يقول العلم الحديث عن الإيمان بالله. هناك سلسلة من الأبحاث العلمية أيها الأحبة قامت بها جامعة بريتش كولومبيا، وهي جامعة شهيرة وذات مصداقية عالية، تقول بالحرف الواحد: لولا الإيمان بوجود خالق، لولا الدين بشكل عام، لم تستمر الحياة أصلا على الأرض. يعني لو أن الناس اتبعوا عقيدة الإلحاد لانقرضوا منذ زمن، لأن الدين كما تقول الجامعة ضروري لبقاء الإنسان ضمن مجتمعات، ضمن جماعات منظمة، ضمن ما يسمى حديثا بالعمل تيم ووركس، يعني فريق العمل. هذه النتيجة وصلوا إليها بعد مراقبة عدد من الملحدين وعدد من المؤمنين. طبعا
الدراسة هذه تقول إن الإيمان بالله يجعل الإنسان كريما. إذن الفائدة الأولى للإيمان بالله أنه يجعلك تعمل ضمن مجموعات منظمة، وهذا يساعد على بقاء الجنس البشري أصلا، يساعد على استمرارك أيها الإنسان. الإيمان يجعلك كريما، والكلام ليس لي، علماء من جامعة بريتش كولومبيا. هذه دراسة مجردة أيها الأحبة، ليست مدفوعة بعقيدة دينية، دراسة علمانية. الذين قاموا بهذه الدراسة علمانيون، يعني نحن سنأتي بدراسات قام بها ملحدون وعلمانيون، لن نأتي بدراسة إسلامية لكي لا تشككوا في مصداقيتها. أيها الأحبة، الدراسة استمرت بحدود 30 سنة. تصوروا، تم مراقبة مئات الحالات. وجد الباحثون أن الناس الدينيين الذين يؤمنون بوجود خالق، طبعا هنا الإيمان بالله بشكل عام، أكثر قدرة على الاندماج في المجتمع. الإنسان المؤمن أكثر قدرة على التعاون ضمن جماعات من اللادينيين. سلوك الناس تحت تأثير الدين عليهم يكون أفضل من عدم وجود دين أو من عدم الإيمان بأي ديانة. يؤكد الباحثون أيضا في هذه الدراسة أن الدين يزيد الثقة بالآخرين ويخفض القلق ويمنع الإنسان من الغش. كلام علماء علمانيين أيها الأحبة، والله لم آتي به من عندي. الدراسات موجودة على موقعنا على الإنترنت، يستطيع أي إنسان أن يدخل ويتأكد منها حرفا حرفا. الدين لعب دورا حيويا في نشوء المجتمعات وضمان استمرارها أمام التهديدات. الإيمان بالله يجعل الإنسان أكثر سعادة وتفاؤلا وأكثر تقبلا لفكرة الموت. هذا يمنحك نوع من الاستقرار. اللادينيين لديهم مشكلة مع السعادة والتفاؤل. أيها الأحبة، أنا لدي دراسة أخرى تقول إن الإيمان بالله تبارك وتعالى موجود في أعماقنا. هذه الدراسة نشر ملخص عنها على صحيفة تيليغراف. تقول الدراسة، علماء من جامعة هارفارد، الجامعة رقم واحد، لا نأتيكم بدراسات من جامعة الأزهر أو كليات الشريعة، نأتيكم بدراسات علمانية أنتم تستشهدون بها. جامعة هارفارد تقول إن خلايا الإنسان مبرمجة على الإيمان بالله تعالى، وأن ما يسمى بالشريط الوراثي، الحمض النووي DNA، وهو مسؤول عن الخصائص الوراثية وصفات الإنسان، هذا الشريط موجود في داخله شفرة تتعلق بالإيمان، يستجيب معها الإنسان عندما تدعوه للإيمان، يستجيب بفعل وجود معلومات عميقة فيه. الباحثون يقولون لقد أثبتت أكثر من 850 دراسة في الصحة النفسية و350 دراسة في الصحة البدنية أن الإيمان بالله يمنح الإنسان صحة أفضل. نحن الآن نتحدث، أحبتي استمعوا دققوا معي جيدا، نتحدث بشكل حيادي، نتحدث بشكل علمي. العلماء الذين قاموا بهذه الدراسات علمانيون في معظمهم، قد يكون بينهم مؤمنون ولكن الدراسة حيادية. هذه الدراسات تؤكد وتوجه نصيحة للناس بأن يكون الإيمان بخالق عظيم جزءا من حياتهم وجزءا من منهجهم في هذه الحياة. طيب، إذن الإيمان ساهم في بقاء الجنس البشري،
الإيمان يجعلك تتعاون مع الآخرين، الإيمان يخفف ضغوط العمل، الإيمان موجود في أعماقنا. الآن هناك دراسة أجريت عام 2013، يقول الباحث ستيفن كريني إن الإيمان بالله تعالى يمنح الإنسان سعادة كبيرة ويساعده، دققوا رجاء، ويساعده على اتخاذ قرارات أفضل لتصبح حياته ذات قيمة وهدف. أنا أترجم حرفيا أيها الأحبة كلام الباحث. هذا الباحث أجرى هذه الدراسة بإشراف جامعة بنسلفانيا. هل هذه الجامعة إسلامية مثلا؟ جامعة بنسلفانيا الشهيرة المعروفة أجريت فيها هذه الدراسة، وقال هذا الباحث لقد كانت النتائج مفاجئة لنا، لم يتوقعوا ذلك، لم نكن نتوقع أهمية الإيمان بالله، حيث أظهر المشككون عدم استقرارهم في الحياة وعدم تمتعهم بنظام مناعي قوي مثل المؤمنون أو مثل المؤمنين بوجود إله يحكم هذا الكون. الله أكبر. والله أيها الأحبة هذا الكلام صدر عن أناس غير مسلمين، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ في عام 2006 قام باحثان أندريو كلارك و أرسوليا ليلكز بمسح شامل لمئات الدراسات العلمية. هذه تسمى دراسة وورلد وايد، يعني دراسة عالمية كبرى. مثل هذه الدراسات أيها الأحبة بيّنت لهم أن الإيمان بالله تبارك وتعالى هو أقصر طريق للسعادة. سبحان الله. كذلك هناك مؤتمر رويال إيكونوميك سوسايتي الذي انعقد عام 2008، وجد الباحثون أن الإلحاد يؤدي لعدم الاستقرار في الحياة، على عكس الإيمان الذي يمنح الإنسان قوة في الشخصية وتأثير أكبر وثقة أكبر للمجتمع من حوله، يكسب ثقة أكبر. دراسة نشرت عام 2013 في مجلة علمانية أيضا اسمها Affective Disorders، مجلة معروفة وتحدثنا عنها مؤخرا في دراسات عديدة، تؤكد أن الإيمان بالله يعالج بعض الأمراض النفسية. دراسة لجامعة ميزوري أظهرت أن الاعتقاد بالله أفضل من الإلحاد ويحسن الصحة النفسية. العلماء يقولون مجرد أن تؤمن بوجود إله يحكم الكون قادر على شفائك فهذا يسرع نسبة الشفاء أكبر بكثير من أن لا تؤمن بوجود إله في حالة الأمراض وبخاصة أمراض السرطان. طيب، هل تريدون مزيدا من الدراسات؟ دراسة بريطانية عام 2014 تبين أن المؤمن بالله يعني يستطيع أن يتحمل ضغوط العمل أكثر من الملحد، والإيمان يخفف الآلام الناتجة عن أمراض مزمنة. المؤمن يستطيع أن يستمتع بالحياة أكثر من غير المؤمن، كذلك شعور هذا المؤمن بالاكتئاب والضيق أقل. هذه الدراسة منشورة على ديلي ميل بتاريخ 1/9/2014. طيب، الآن لا أريد أن أطيل عليكم، ماذا يقول القرآن والسنة؟ ماذا يقول القرآن والسنة؟ فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دقة متناهية تتفق مع العلم.
الإيمان يمنحك السعادة وعدم الخوف والتخلص من ضغوط العمل. القرآن يقول لك فمن آمن وأصلح، يشترط عليك شرط آخر هو الإصلاح. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، الآية الثانية تقول لك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الإيمان شرط، فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة التي يتحدث عنها العلماء، التخلص من القلق، سرعة شفاء الأمراض، تحمل الآلام، اتخاذ القرار السليم هو جزء من الطمأنينة. الإيمان يساعدك على اتخاذ قرارات صحيحة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الأعمال أفضل ماذا أجاب؟ أنا أخاطب العلمانيين الآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيمان بالله عز وجل، رواه البخاري. أفضل الأعمال إيمان بالله. الله تبارك وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم، الإيمان في الإسلام مبني على العلم أيها الأحبة، وليس مجرد إيمان بأي إله أو بأي خزعبلات، لا، قائم على العلم. إذن العلم يقول الإيمان أفضل. أنا من مصلحتي أن أتبع الإيمان، والله لو كنت مريضا ولدي ضغوط ومشاكل وهموم وآلام وجاء عالم أو طبيب ونصحني أن تؤمن بالله، لو كنت غير مؤمن سأتبع الإيمان لأنه يحقق مصلحة شخصية لي. الإسلام يتفق 100% مع العلم. العلمانية ماذا تقول؟ العلمانية تقول لك اعبد الحجر ولكن لا ترمني به، اعبد البقر ولكن لا مشكلة، الحد لا مشكلة، ترمي بك في غياهب الضلال. حتى إن العلمانية لا تقدم مجرد توصية. يعني أنا أعجب من الناس الذين يتبعون العلمانية، حتى توصيات لا تقدم، تجعلك مشتتا في ظلمات. تريد أن تلحد، ألحد. طيب الإلحاد يعطيني نظام مناعي أقل، يجعلني منبوذا من قبل المجتمع، ثقة المجتمع بي أقل، حسب كما قلنا جامعة هارفارد وجامعات عالمية. الإيمان لا الإلحاد لا يساعدني على الاستقرار، الإلحاد يساهم في عدم العمل الجماعي وعدم استمرار الجنس البشري. الإلحاد يمكن أن يدمر حياتي لأنني قد أعاني من مشاكل ولا يجد لي حلا. العلمانية تقول لك يعني اذهب إلى الجحيم لا مشكلة، المهم أنك لا تؤمن. طيب بالله عليكم، نريد أن يعني نختم. إذا جاءك قانون يقول لك إن الإيمان بالله له فائدة أولى وثانية وثالثة وعاشرة ومئة فائدة وكلها منفعة لك، وقمت بسؤال كل أطباء الدنيا وكل علماء الدنيا وقالوا لك بالفعل الإيمان بالله أفضل كسعادة واستقرار وتخلص من ضغوط العمل وزيادة الإنتاجية في العمل، حتى هناك دراسات، والإيمان بالله يجعلك أكثر مصداقية لدى الآخرين وأكثر قبول وأكثر تقبلا لفكرة الموت. يعني أنت لا تعاني كثيرا من مخاوف ووساوس، خصوصا في عصر الأوبئة أو في حال انتشار الوباء، المؤمن يكون أكثر استقرارا وهدوءا من الملحد. طب كل هذه الفوائد ثم تقول لي إن الإسلام خطير والإسلام مدمر مثلا، طيب من أصدق أنا؟ أصدق العلماء الذين جاءوا بمئات الدراسات ليقولوا لنا إن الإيمان بالله هو شيء جيد، أم أصدق شخص علماني
يقول لي ألحد، أصبح لا ديني، أعبد ما تشاء، افعل ما تشاء، لا مشكلة، أتبع المجهول أم أتبع الطريق الواضح أمامي، الصراط المستقيم؟ لذلك أيها الأحبة، في هذه النقطة، قضية الاستقرار والسعادة، فشلت العلمانية في إعطاء قانون يضمن لي أنا من حقي أن أختار مصلحتي الشخصية ومصلحة المجتمع من حولي. ما دام الإيمان بالله يحقق لي هذه المنافع، فأنا أتبع الإيمان بالله وأرفض الإلحاد، لأنه يرمي بي إلى المجهول، لا أعلم ما هي النتائج التي ستترتب على اتباعي للإلحاد. ونختم أيها الأحبة، نعيد هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال أيضا عن أولئك الملحدين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. لا تنبهر بالحضارة الغربية التي هي عبارة عن قشور ولكن من الداخل فارغة، أخلاقيا فارغة. لا تعجبك كثرة الأموال والأولاد والمتاع والحضارة والاختراعات. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا، في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الدنيا أيها الأحبة ستنتهي وتنهار وتفنى، كل هذه الحضارة ستمحى يوم القيامة، لن يبقى شيء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سيبقى إيمانك بالله وعملك الصالح. فانظر ماذا أعددت للقاء هذا الإله العظيم، وسارع إلى الإيمان بهذا الخالق قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. لذلك آخر آية من القرآن نزلت أيها الأحبة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات. في الجزء الثاني سنقارن أيضا بين العلمانية والإسلام من ناحية الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بجهنم، وغير ذلك من المواضيع. فانتظرونا قريبا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون.